صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 8 أذار. أبناء زحلة أكدوا أن الكهرباء هي حق طبيعي. من بعد كل عاصفة خسائر بالجملة، ومن البترون تقرير خاص. أمسية فنية حملت عنوان طلب سفر، وأمسية مع الموسيقى الصوفية، وتقرير عن أغاني السيرفيسات بمترو المدينة. لنكون من بعده مع ضيفتنا لليوم الفنانة رنين الشعار لنحكي معها أكثر عن هالعمل. ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على الخط الأستاذ محمد كنج ومعه كل التفاصيل عن طقس الويكند. أستاذ محمد صباح الخير. يا هلا، صباح النور. يعني اليوم ظهرت من البيت والطقس كان كتير دافئ لدرجة سألت حالي إذا نحن بالصيف أو لا. صحيح، مزبوط. شو في تفاصيل عن الطقس؟ في عنا كتل هوائية دافئة نسبيا بتسيطر حاليا على الحوض الشرقي المتوسط، حتضلها مستمرة لنهار الثلاثة ببلش تتحول الطقس لمتقلب. بالنسبة لليوم هيكون الطقس قليل غيوم إجمالا، درجات الحرارة بتبلش تنخفض تدريجيا خلال النهار خاصة بالمناطق الساحلية. وبترتفع نسبة الرطوبة، هالشيء بيخلق شوي من الضباب بالمناطق الساحلية وعلى المرتفعات. الانخفاض اليوم استاذ محمد يعني تقريبا قديش رح بيكون؟ على المناطق الساحلية بين درجتين لثلاث درجات، يعني هيدا نسبة لمبارح بالحرارة الماكسيموم اللي كنا بنحكي فيه. يعني اليوم درجات الحرارة على الساحل هتكون بين 10 و 24 درجة. نعم. بالمناطق الساحلية. هلا بكرة مكفي قليل غيوم، بيتحول لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، بيرجع عنا ارتفاع بدرجات الحرارة. وهالشي بيخلق ضباب على الساحل وفوق المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية. بكرة درجات الحرارة بترجع بترتفع درجتين، يعني اللي بتخسرهم اليوم بترجع بتربحهم بكرة. التلاتة ببلش يتغير الطقس، حيكون قليل غيوم، عندنا ارتفاع إضافي وملحوظ درجات الحرارة، وبتبلش تنخفض درجات الحرارة من الفترة المسائية، وبلش الطقس متقلب وعندنا أمطار من فجر الأربعة. صحيح، نعم. بتحول الطقس لماطر، أمطار خفيفة بتبلش وبتزيد نهار الأربعة والخميس. يلا التفاصيل أصلا نحن خدها معكم مع بداية الأسبوع. نحن أخذنا فكرة عن طقس اليوم، شكرا لك أستاذ محمد. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات، صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا. مثل العادة رح نبدأ جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف القليلة الصادرة لليوم الأحد 8 أدار. بداية مع عناوين صحيفة الحياة، باريس تنتقد اندفاع واشنطن نحو طهران وترفض التنازلات. فابيوس يؤكد الخلافة مع إيران، وكيري يتحدث عن تقدم في المفاوضات. روابي مدينة فلسطينية تمثل نموذجا لعراقيل إسرائيل. صيد ثمين آخر للجيش اللبناني في مواجهة الإرهابيين. أسعار النفط تنهي الأسبوع بتراجع إضافي. أيضا ضمن عناوين الحياة، أفلت من الحوثيين عبر نفق إلى منزل أحد أقاربه. هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة ويرفض المجلس الرئاسي. وزير الدفاع العراقي يطالب بدور أساسي للجيش في مواجهة داعش. واشنطن تعتبر تحرير تكريت مسألة وقت. النظام يقتل والي داعش في حماة، والائتلاف وهيئة التنسيق مع بيان جنيف، مخاوف من مذابح ونزوح واسع من ريف اللاذقية. تغيير قيادات في الشرطة يعكس أولوية مواجهة العنف، أول أعدام في مصر لمؤيدي مرسي. وختام عناوين الحياة، الأجنبيات فقط مسموح لهن بدخول ملاعب كرة القدم في إيران. من الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل، رسالة أمريكية للراعي، تفاؤل نووي بإنهاء الشغور. الحريري يلتقي السيسي اليوم، ولبناني وسوري بين قتلة العسكريين. إيران نسقت بين الحوثيين وصالح وسألت نصر الله رأيه. هادي عدن عاصمة لليمن. الثوار يطبقون على حندرات شمال حلب. كاري على طهران البرهنة أن برنامجها النووي سلمي.
واشنطن قلقة من تنامي الدور الإيراني في العراق، دمسي تكريت ستسقط قريبا. ضمن نوافذ المستقبل لليوم الأحد حكايات ثلاث سوريات عن رحيل بشير هلال، وأيضا سيرة فلسطينية نموذجية. وبالصفحات الداخلية لليوم، الاتفاق المحتمل مع إيران ينعكس على الحل في سوريا. أهالي العسكريين ارتفاع منسوب الارتياح. بعد العطلة كما قبلها لا شيء تغير. أيضا الرياضي هوبس أولى مباريات ربع النهائي. وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم، وهي المهرجان اللبناني للكتاب. وهنا عم نشوف الصورة بعيدا عن السياسة، افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب بأنطلياس بالدورة 34 بدعوة من الحركة الثقافية بأنطلياس. من المستقبل إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، هادي رفضت مشروعا من الحوثيين لاستنساخ الحرث الثوري الإيراني. أنصار الله يجندون عشرات العاطلين في الجنوب. مقعد سوريا في القمة العربية يبتعد عن الائتلاف. اتهامات أوروبية لنظام الأسد بدعم داعش عبر شراء نفطه. مقتل جندي كندي وإصابة ثلاثة بنيران صديقة من البشمركة. مصريو الخارج يطمحون إلى 16 مقعدا في البرلمان بعد حكم الدستورية. ختام عناوين الشرق الأوسط، رفع العقوبات الأوروبية عن قذاف الدم يفتح الباب أمامه لدور سياسي. من الصحف إلى العناوين الأسبوعية للمجلات، والبداية مع مجلة المسيرة. ماري خوري قاومت أصبت سمحت. رستم غزالي تاريخ الحساب. مسيحيو داعش حالتان لا أكثر. وختاما ضمن المسيرة هيام يونس وبالآخر دق أبوابي. من مجلة المسيرة إلى الأفكار، معركة حرف الباء بين باراك وبنيامين، ربيع ساخن على باب الاتفاق الأمريكي الإيراني. وزير الخارجية السابق عدنان منصور، الإرهاب وداعش من فعل الغرب وبعض العرب. أمين عام التشناك النائب أجوب بكرادونيا، لا تغيير في ثوابت التشناك الحريصة على الاستقلال والسيادة والانفتاح. بترجمة لعناوين مجلة لبدو ماجازين لهالأسبوع، برلماني فرنسي لدى الأسد مدعوم من جانب المعلومات. مقابلات خاصة لهالأسبوع مع إلي ماروني، زياد أسود وعصام أبو جمرة. الجميل سليمان ثلث معطل للحكومة. وختاما موسم التزلج إعادة انتعاش. مع هالعنوان بنكون وصلنا لختام جولتنا على أبرز الصحف والمجلات الأسبوعية. رح نتوقف مع أول فاصل، من بعد أبرز المواعيد الثقافية مع بيرات.